آه، وأخيراً، وين كنت عدنان بيك؟ أنا آسف على التأخير. ما قدرنا ننتظر حياتي. ما في مشكلة. شكراً ملك. لميس خانم تعتذر منكم، ما رح تتعشى. اليوم لما كنا بالسوق اشترينا للخانم سندويشة همبرجر كبيرة، والظاهر لسه ما هضمتها. كيف عم تاكلوا هالشغلات يلي بتنصح كتير؟ اليوم خسارتنا كبيرة على العشاء. الخانم مو هون ومهند مو. صحيح، مهند وينه؟ اليوم ما لحقنا نشوفه. أكيد بيكون رح يتسلى مع رفقاته. آه، يسلموا إيديك. لا، أنا ما بدي. شغل بالي على أختك، ما اتصلت. خليني أنا أحمله لأشوف. حبيبي حبيبي، خلاص خلاص، ليش عم تبكي؟ خلاص حبيبي البابا أنت. مين عم بيتصل فيني؟ رح أجيب لك التليفون. خلاص حبيبي، خلاص حبيبي. تفضلي بيسان خانم. ايه ماما، ليش ما عم تتصلي بيسان؟ انا قاعده على نار من وقت ما اجينا ونحن مشغولين بفريد وبيك. اليوم كتير عم يبكي، ما عم يسكت ابدا. شو المفاجاه اللي خبرتيني عنها؟ يا ترى شي ظريف؟ ايه اكيد. لا تمزحي. اخ منك يا ماما، هدول مهر صغير. شو؟ مهر، مهر الفرس ولداني وحلمي بيك هدانا اياه. هذا الرجال عم يضحك على عقلاتنا؟ اسفة ماما، لازم سكر، بكره منحكي، فريده عم يبكي. ماشي، الله معك. تافه والله. انا قلت لك لا تحلمي. هادي يوم مهر. والله شغله بتضحك. والله بيعملها بس مشان يزعجنا. والأنكى منه مرته أروخانه، على أساس عملت لهم مفاجأة، تاري أخذتهم على الإسطبل. حاجة تضحكي بقى، والله أعصابي عم تتوتر. هذا هو حلم بيك يا ماما، ليش مستغربة؟